أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة نجوم الصف الثاني، وضفنا كان ملء سمع وأبصار الوسط الشطرنجي في السبعينات والثمانينات، ربما لوسامته أو ربما لنقلاته الغريبة المتجددة التي يفاجئ بها خصومه في كل دور، الإنجليزي أنتوني مايلز أو كما اشتهر بتوني مايلز، وسنراه في دور مع الجراند ماستر التركي ثم البوسني سوات أتاليك الذي فاز ببطولة تركيا 3 مرات، وله مؤلف هام يعلم فيه المدربين كيف يدربوا الناشئين. أما بالنسبة لتوني مايلز فهو أول بريطاني يحصل على لقب جراند ماستر، وحصل معه على 50,000 جنيه استرليني هدية من أحد المعجبين، كما فاز ببطولة إنجلترا تحت 14 سنة وكذلك تحت 21 سنة، وأخيرا بطل إنجلترا للكبار، كما فاز بالمركز الثاني في بطولة العالم للشباب. وتوني مايلز كان محظوظا أمام أبطال العالم ففاز على سميسلوف وتال وسباسكي وكربوف، وبالنسبة لكربوف فقد كان له دور شهير معه أثناء حمل لقب بطل العالم، فكربوف بالأبيض لعب E4 ورد مايلز A6 كأول مرة في التاريخ تلعب هذه النقلة على مستوى صفوة اللاعبين، وكانت هذه مفاجأة لكربوف الذي استغرق 10 دقائق لكي يرد على هذه النقلة، ولكن المفاجأة الكبرى أن مايلز قد فاز وسمى هذه النقلة بدفاع جديد مستحدث باسم سان جورج. ولكن للأسف نتائج مايلز مع كاسباروف مخيبة للآمال، فهو لم يفز عليه ولو مرة واحدة رغم عديد اللقاءات. أما بالنسبة للدور فقد اشتهر بالدور الخالد لتوني مايلز، وكما نقول باللهجة المصرية مش هتقدر تغمض عينيك، فالدور كله مفاجآت، وربما أي دور يتحدد الفائز فيه قبل 4 أو 5 نقلات من النهاية، فهذا هو الموقف الأخير بعد فوز الأبيض برخ ومحاصرة الملك الأسود، ولكن المفاجأة كانت في نقلة مايلز. هيا نرى الدور، ولكن أنصحك قبل البداية بكوب من الشاي أو فنجال من القهوة، لأنك سترى الكثير من المفاجآت التي تحتاج إلى التركيز وهدوء البال. إهداءات الفيديو السابق: سفيان جويلة، قدامة أبو هلال، إسماعيل إلياس، أحمد الزامل، أبو أحمد مصمم، عبد العزيز، محمد الأحمد، فارس نبيل، صالح الأحمدي، قناة المعرفة والعلوم، منا بهريم، كاظم رحيم، بريف هارت، أحمد فرج، ومصطفى رشاد. سوات أتاليك التركي بالأبيض وبدأ G4 ورد مايلز نايت F6 C4 G6 دفاع هندي الملك، نايت C3 بيشوب G7 E4 D6 F3 تفريع سامتش كاسل بيشوب E3، وهنا عادة الأسود بيكمل بE5 ويهاجم الوسط أو بالنايت D7 أو النايت C6، ولكن المفاجأة الأولى كانت C5. نقلة جديدة في ذلك الوقت، الأسود بيضحي بيدق، لكن الأبيض لم يقبل الهدية فلعل وراءها تحضير، ولكن فيما بعد تبنى هذه النقلة لاعبين كبار مثل شيروف ويلعبوا حاليا راجيبوف وناكامورا. الأبيض لو أخذ البيدق الأسود هياخد، وبعد تكسير الوزيرين والأخذ بالرخ بياخد بيدق السي 5 متفوق ببيدق وطالب بيدق الإي 7،
والاسود بيكمل نايت سي 6 والاسود افضل كثيرا، فقطعه كلها منتشرة وملكه في امان، بينما قطع الابيض ما زالت في اماكنها الابتدائية وملكه في منتصف الرقعة، ولكن في المقابل الابيض له بيضة. على اي حال التركي ما قبلش الهدية وكمل نايت اي 2، والنقلة دي ضعيفة لانها هتأخر تبييت الملك لان الفيل محاصر. نايت سي 6 كوين دي 2، الابيض بيهدد بالبيشوب اتش 6 ويتخلص من الفيل الهندي المزعج، وايضا بيحضر للتبييت الطويل، ولكن بعد اي 6 الابيض رفض التبييت الطويل وكمل روك دي 1، وبالنقلة دي تم محاصرة الملك في المنتصف. ولكن حاليا الابيض بيهدد باخذ بيدة السي 5، وبعد الاخذ بيتم تكسير الوزير والرخ، والابيض في النهاية بيفوز ببيدة، ولذلك مايلز كمل بي 6 بيشوب جي 5، بيربط الحصان على الوزير، واكتر من مرة قلنا ان ربط الحصان على الوزير والملك مبيت بيكون ربط مزعج، لان الفيل دائما بيهدد باخذ الحصان وتدمير هيكل بيادق الملك، ولكن في حالة وجود فيل الفيونكا لا توجد مشكلة لان الفيل هياخد ببساطة، والاسود بيخرج بميزة زوج الافيال. على اي حال من هنا بدأت مفاجآت مايلز اللي كمل بيشوب اي 6 طالب بيدة السي 4، ومن المفترض ان الابيض يحميه بالبي 3، لكن وجد ان حصانه هيكون بدون حماية كافية، ولذلك كمل دي 5 طالب الحصان، لكن النقلة دي ضعيفة لانه ترك مراقبة المربع اي 5 والحصان احتله فورا، طالب بيدة السي 4 مع الفيل، والابيض مجبر على حمايته. وهنا جاءت المفاجأة التانية باتش 6، الاسود بيضحي ببيدة اخر، والابيض مرة اخرى رفض الهدية وتراجع بالفيل، ودي النقلة الصحيحة لانه لو اخذ البيدة هتجي التضحية المفاجئة بنايت اي 4 طالب الوزير، وبعد اخذ الحصان كوين اتش 4 تشيك، والنقلة الوحيدة هي الجي 3، وهنا الوزير بيسترد القطعة وطالب النايت اف 3 بشوكة ملكية، والاسود افضل بالتأكيد، ولذلك الابيض تراجع بالفيل اي دي 5 نايت دي 5 نايت دي 5، وهنا الابيض في حيرة، فلو اخذ ببيدة السي هيفتح الوتر والاسود هيفوز بنايت دي 3 تشيك، والملك لا يستطيع التحرك ولابد من التضحية بالوزير والاسود هيفوز، بينما لو اخذ ببيدة الاي هتكون نقلة سيئة لانه هيغلق عمود الوزير وهيغطي على البيدة الضعيف دي 6، ولكن الاهم هيفتح العمود اي والاسود هيلعب سعيدا روك اي 8 والرخ في مواجهة الملك اللي هيواجه الصعوبات، ولذلك الابيض اخذ بالوزير بل وطالب بيدة الدي 6، ومايلز بدل من حماية البيدة لعب المفاجأة الثالثة ببي 5، بيترك البيدة وطالب يكسر على السي 4 ويفتح الوتر، والابيض لا يستطيع اخذ البيدة والا هتكون نقلة سيئة، لان بعد كوين دي 6 روك دي 6 طالب الفيل مايلز لن يحمي الفيل ولن يتراجع، انما هيكمل بالمفاجأة الثالثة بي سي 4 وبيترك الفيل، والابيض لو اخذ الفيل هتبقى نقلة ضعيفة لان الاسود هيكمل بنايت دي 3 تشيك، والملك لا يستطيع الذهاب للاف 2 ولابد من الذهاب للعمود دي مثلا لدي 2، وهنا هتيجي الروك دي 8 طالب يرفع الحصان للبي 4 بتشيك ويفوز بالرخ، وحتى اذا الملك ذهب للدي 1 او للسي 2 هيكمل بنايت بي 4 تشيك،
ويخرج فائزا بفرق ودوره أفضل بالتأكيد. ولذلك لابد أن يتحرك بالرخ، وأفضل مربع هو الـ A5، لكن دي لن تعفيه بنايت F2 تشيك، بيكشف كش بالرخ وطالب الرخ الأخرى، وبعد King C1 هتجي تكوينة رهيبة برك D1 تشيك، والملك ليس له غير C2، وهنا رك A8 بيمنع الفيل من أخذ الحصان، وإلا رك D2 تشيك ميت. وأفضل نقلة للأبيض هي النجاح بالرخ، لكن هنا هتجي الرك D3 طالب الفيل، والفيل لو أخذ الحصان أو أخذ البيدق هتجي رك D2 تشيك ميت، ولذلك لابد أن يذهب على الوتر. وهنا G5 طلب الفيل، والفيل لابد أن يغادر الوتر أو يضحي بنفسه، لكن المات ما زالت موجودة والأسود حيفوز. ولذلك الأبيض للمرة الثالثة رفض الهدية وأخذ على المربع B5، والأسود أخذ، ودلوقتي الفيل أصبح مسيطر على الوتر. وإذا الأبيض مرة أخرى أخذ البيدق هيحصل نفس التكوينة. على أي حال التركي كمل بنايت C1 وبيفتح الوتر وطالب الفيل، ومايلز أمعن في تعذيبه ببيشوب C6 طالب الوزير. وهذه المرة الأبيض لو أخذ البيدق هتكون أيضا نقلة سيئة، لأن الأسود لديه الكوين A5 تشيك، والملك لو ذهب للـ E2 هيخسر بعد بيشوب B5 تشيك كينج F2، وهنا هتجي روك D8 طالب الوزير، والوزير لا يستطيع ترك العمود وإلا هيخسر الرخ والأسود هيفوز. إذن الكينج E2 نقلة سيئة، ولكن حتى لو غطى بالوزير الأسود لن يتركه وهيكمل بالتضحية الرائعة نايت F3 تشيك بشوكة ملكية، ولابد من الأخذ، لكن هنا هتجي البيشوب C3 ويربط الوزير على الملك ويفوز. لاحظ اننا ما زلنا في النقلة 17، والدور اصبح مليء بالمفاجآت والمشاغبات. على اي حال الابيض ما اخدش البيدق، انما تراجع للD2، وهنا جاءت المفاجأة الرابعة اذا وجدتها لك اهداء. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. مايلز كمل في عذابه بF5، بيفتح العمود امام الرخ وبيحرم الملك من الذهاب لعمود الاف، وطالب يفوز ببيدق، والابيض لا يستطيع الاخذ، والا هتجيء المفاجأة ببيشوب F3 طالب الرخ، ولا يستطيع الأبيض الأخذ، لأنه لو أخذ هياخد بالحصان بشوكة ملكية ويفوز. الحقيقة مايلز في نقلات قليلة حول الرقعة إلى ما يشبه السيرك اللي فيه الساحر والأكروبات، بل وأيضا ترويد الأسود. على أي حال هذه المرة الأبيض تناول حبوب الشجاعة وكمل كوين G6 وفاز بالبيدق الملعون، بل وطالب بيدق C5. ومايلز كما هي العادة لا يحمي البيادق، ورد بهدوء كوين E8 ووضع الوزير على نفس العمود مع الملك، وطالب يفتح الأعمدة عليه، والأبيض كمل كوين C5 وأصبح متفوق ببدائين، لكن الأسود له تعويض كبير وأكمل في خطته بإف E4 وبيحاول يفتح العمود F، والأبيض حتى لا يستطيع الأخذ وإلا حياخد البيدق، ويصبح العمود E والعمود F مفتوحين أمام الوزير والرخ، والملك المسكين حيواجه المتاعب سريعا. ولذلك بدلا من الأخذ الأبيض آثر السلامة ولعب F4 وبيطلب الحصان،
والحصان المشاغب ذهب للدي 3 بتشيك بشوكة ملكية ولابد من أخذه، والأسود أخد وأصبح الأسود له بيدق سالك متقدم، والبيدق لا يستطيع الأبيض لمسه رغم أنه طلبه بقطعتين. فمثلا لو أخده بالرخ الأسود حيعاقبه برك الفور، الفيل لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط على الملك أمام الوزير، والأسود بيهدد بالنقلة الحاسمة بيشوب دي فور، بيكثف الضغط على الفيل وفي نفس الوقت طالب الوزير اللي لابد أن يتخلى عن فيله لأنه لو أخده حيبقى أشبه بالانتحار. فمثلا بعد رك دي فور بيحكي بحماية الوزير للفيل، والأسود بياخده بتشيك ولا يوجد غير الكينج إيوان، وهنا بينهي الدور بأخذ الرخ بتشيك، والملك ليس لديه غير مربع سي 2، والرخ بينزل بتشيك وبيكشف هجوم على الوزير ويفوز ببساطة. ولذلك الأبيض لم يأخذ البيدق وحاول التحرك بالملك للعمود المغلق F2، لكن هنا مايلز لعب ببساطة رخ سي 8، بيضع الرخ على نفس العمود مع الوزير وطالب يلعب البيشوب بي 4 ويهاجم الوزير ويبعده عن حماية الفيل. ولذلك الابيض كمل بكوين سي 4 تشيك كينج اتش 8 كوين دي 3، والابيض فاز ببيدق، ويبدو ان يحق له بعض الراحة. لكن مايلز ارتدى قفاز الإجادة ولعب نقلة حاسمة، يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. مايلز لعب جي 5، بيحاول يفتح العمود اف على الملك المسكين، والابيض لا يستطيع شيئا وكمل روك سي 1، ربما بيحاول يتخلص من الفيل المزعج، لكن هنا جاءت المفاجأة الخامسة بروك دي 8، طالب الوزير اللي تعب من الترحال وتراجع للإي 2، وهنا فقط مايلز أخد البيدق، طالب ياخد الفيل ويكشف كش للملك، ولذلك الفيل ذهب للسي 4، طالب الرخ وكذلك طالب تكسير الوزيرين وإنهاء هذا الكابوس المزعج. ولكن هنا جاءت المفاجأة السادسة، بل قل نقلة الدور، إذا عرفتها فأنت لاعب تكتيكي في منتهى البراعة. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. مايلز لعب النقلة اللي أنهت آمال الأبيض F3، طالب الوزير وكذلك طالب ياخد البيدق ويكشف كش، لاحظ ان البيدق تحت حماية الفيل، ولذلك الأبيض لم يجد غير أخذ الوزير اللي ممكن يتاخد بأي من الثلاثة قطع، يا ترى بأي القطع حياخده مايلز؟ إذا أجبت فلك مني تقدير خاص. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. مايلز كما هي العادة من اول الدور اي شيء مطلوب بيتركه وكمل اف جي 2 تشيك، دي نقلة ربما افضل من نقلة الاف 3، الرخ بيكشف كش للملك والبيدق ما زال محمي بالفيل وبيهدد بأخذ الرخ والترقية لوزير ويفوز، والأبيض في حيرة. فلو الأبيض أخذ الرخ بالوزير هتكون نقلة كارثية، لأن الأسود هياخد الوزير بتشيك ولابد من الأخذ بالفيل، وهنا هيلعب بيشوب دي 4 تشيك، والملك لازم يبتعد ويرقي وزير ومتفوق ماديا بوزير وفيلين امام رخ وفيلين، ولذلك الابيض لا يستطيع الاخذ بالوزير، ولذلك اخذ الرخ
بالفيل، وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو. والنقلة التالية هي اللي أدخلت الدور التاريخ، يا ترى إيه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. قبل ما نقول إيه هي نقلة مايلز، هنقول إن لو مايلز أخد الوزير هتكون نقلة كارثية، لأن الدور هيتحول فجأة ببيشوب جي 7 تشاب كينج جي 7، وهنا هياخد البيدق والأبيض هيخرج فائزا برخين وفيل أمام رخ وحيد وفيل، والأبيض هيفوز. إذن لا يستطيع الأخذ بالرخ، وإذا أخذ الرخ الأخرى ورقة لوزير هتكون أيضا نقلة كارثية، لأن الأبيض له النقلة المختفية بيشوب جي 7 بكش مزدوجة بالوزير والفيل، ولابد من أخذ الفيل، وهنا الأبيض له تكوينة فائزة بكوين اي 5 تشيك، بيحاول يذهب بالملك إلى أي مربع أبيض، مثلا لو ذهب للجي 8 أو للإف 7 هيلعب الفيل إلى السي 4 بتشيك ويكشف هجوم على الوزير وياخده ويفوز، بينما لو ذهب للاتش 7 او للجي 6 هيلعب البيشوب دي 3 تشيك ويكشف هجوم ايضا على الوزير ويفوز. ولذلك لابد ان يذهب الى مربع اسود، لكن الابيض بيجبره بكوين اف 6 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والرخ، والنقلة الوحيدة هي كينج اي 1، وهنا الابيض بيلعب روك اي 1 تشيك، ولا توجد غير نقلتين، اما التغطية بالفيل، والابيض هيلعب بيشوب بي 5 تشيك ويكشف هجوم على الوزير ويفوز بيه، بينما يتحرك الملك للدي 7 هيكون ايضا مربع ابيض، والفيل هيذهب للاتش 3 بتشيك ويكشف هجوم على الوزير ويفوز بيه ويفوز بالدور. إذن الترقية أيضا لا تصلح، ولكن مايلز له إجابة ساحرة على كل تساؤل. تناول بعض الشاي أو القهوة وفكر جيدا وسترى الحل السحري. صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. مايلز أدخل الدور التاريخ بأخذ الرخ، ولكن رقى الحصان بتشيك، وبعد هذه النقلة الأسود بيفوز في كل التفريعات. فالملك لو ذهب للجي 1 هتكون نقلة كارثية، وحيتلقى المات في نقلتين ببيشوب جي 4 تشيك، ولابد من التغطية بالوزير، والفيل بياخده بتشيك ميت، ولذلك لابد ان يذهب للاي 1، وهنا الاسود هياخد الوزير بتشيك، وافضل نقلة هي البيشوب اي 2، وهنا الاسود هياخد الفيل الاخر وبيأمن مربع هروب للحصان، وافضل نقلة للابيض هي اخذ الفيل، لكن هنا الحصان هيخرج بسلام، والاسود له قطعة زائدة وبيفوز بسهولة تامة. إذن هذه هي النقلة الساحرة الرائعة اللي أدخلت الدور التاريخ، وبالفعل تم تسمية هذا الدور الدور الخالد لمايلز. أرجو أن يكون هذا الدور قد أعجبكم، وإلى اللقاء مع نجم آخر من الصف الثاني. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.